صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم السبت الأول من شهر يناير 2022 الموافق للثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى 1443 للهجرة وحيث أن هذا اليوم يصادف يوم عطلة أسبوعية فيعوض عنه بيوم الأحد الثاني من شهر يناير 2022